بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين والمتابعين أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات أحييكم وأجدد بكم الترحيب ضمن هذه المنافسات والتحديات في السباق المحلي الرابع ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته شوطنا السادس للقعدان والمسافة على وهي 6 كيلومترات ما تفصلنا عن الناموس وما تفصلنا عن الانتصار هو شرط الانتاج والمنتجين البدايه والمقدمه من ينطلق على المركز الاول ينطلق الجال حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق من يقدم لنا الجال على المركز الاول بينما ثاني الاسماء من يتقدم من الجانب الاخر القدوم الوصول من قبل شامان عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل من يقدم لنا شامان وين ومن ينطلق على المركز الاول بينما ثالث الاسماء من فرق الصفوف في هذه اللحظات يصل ويتقدم شامان او عفوا مرعب متعب بن عبد الله بن راشد الف هيدان المري من ينطلق لكي يستلم زمام الامور بينما رابع الاسماء القدوم والوصول من قبل الموتر محمد بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي من يقدم لنا الموتر على المركز الرابع ويتقدم للمركز الثالث خامس الأسماء من نختم به النداء أعزائي المشاهدين والمتابعين يصل الشامخ بتحديات حمد بن علي بن حمد بن محمد أبو صلعة من يقدم لنا الشامخ على المركز الخامس يا سلام يا سلام هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل دعنا على مسامعكم الخمس المراكز الاولى المتقدمه ونداؤنا الاول ومن نتحول للبدايه للمقدمه الى من ينطلق على اول المراكز واول العناوين متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان المري بتحدياته مرعب على المركز الاول على اول الاسماء واول الشعارات يا سلام يا سلام يا ابو عبد الله على هذا الانطلاق ولكن ثاني الاسماء حذاري من هذا الوصول والقدوم يصل في هذه اللحظات تحديات الموتر محمد بن دايل بن بن دايل النعيمي من يقدم لنا الموتر على المركز الثاني وثالث الاسماء من ينطلق من الجانب الآخر القدوم والوصول من قبل الشامخ بتحديات حمد بن علي بن حمد بن محمد ابو صلعه من يصل بتحديات الشامخ على المركز الثالث بينما رابع الاسماء القدوم والوصول على المركز الرابع شامان عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل وخامس الاسماء خامس الواصلين والقادمين هنالك الجال حسن بن محمد ابو راشد بن محمد الصعاق ياهي من اسماء ياهي من شعارات ياهي من معركة ما بين هذه الزمول الكبيرة والمثيرة والحاضرة والمتواجدة على ارضية هذا الميدان ولا زال الشامخ منطلقا قائدا لهذا السرب من الاسماء الكبيرة ومن الشعارات المثيرة يا سلام يا شامخ بتحديات ابو صلعة ابو صلعة يريد خطف الناموس والانتصار ان لم يكن رأي اخر من المشاركين البقية دير بالك يا ابو صلعة هنالك اسماء لم يحن قدومها على الخمس المراكز الاولى المتقدمة وسوف نوافيكم وسوف نوافيكم بها عند الامتار الأخيرة بينما ثاني الأسماء كان القدوم والوصول من قبل مرعب متعب بن عبد الله بن راشد الف هيدان المري وثالث الأسماء يصل ويتقدم على المركز الثالث شامان عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل يصل ويتقدم على المركز الثالث من يشكل الخطر ويتقدم في هذه اللحظات يا سلام يا سلام يا بن شعيل ولكن رابع الاسماء ارى القدوم ارى الوصول من قبل الجال الصعاق يصل على المركز الرابع حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق من يصل ويتقدم على المركز الرابع الصعاق خامس ندا يا اخواني خامس ندع الموتر محمد بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي ولكن يا سلام يا سلام يا سلام من ينطلق من يندفع يا اخواني خلوني يا جماعه خلوني مع هذا البطل الذي يرقص خارج هذا السرب الشامخ 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 يا سلام يرقص طرب على صوت السماعه ما ما شاء الله تبارك الرحمن من يباعد المشاركين البقيه من ينطلق محلقا على ارضيه هذا الميدان يا ذكر الله يا مالك الشامخ حمد بن علي بن حمد بن محمد ابو صلعه من ينطلق نحو الناموس الغالي والانتصار يا سلام يا سلام يا سلام ولكن ثاني الاسماء وثاني الواصلين يصل ويتقدم في هذه اللحظات مالك مرعب متعب بن عبد الله بن راشد الف هيدان المري من يشكل الخطر يا اخواني ولكن ولكن اصمد يا اصمد الشامخ على المركز الاول لا زال منطلقا والعصا في الابطان لم تصدر الاوامر ولا التعليمات حتى هذه اللحظات الله hello ولكن ولكن وصل مرعب 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 متعب بن عبد الله بن راشد الف هيدان المري ولا زال ولا زال هذا البطل منطلقا على البدايه والكيلومتر الاخير الكيلومتر المثير الكيلومتر الخطير كيلو ما بعد كيلو يا مالك الشامخ حرك للناموس روح للناموس روحه حمد بن علي بن حمد ابو محمد بن محمد ابو صلحه من ينطلق على المركز الاول ولكن ثاني الاسماء يصل ملعب متعب بن عبد الله بن راشد الف هيدان المري ولكن خلاص الشامخ الشامخ من حسم الامور من انطلق نحو الناموس الغالي والانتصار ابو صلعه ابو صلعه بتحديات اسمه وشعاره الله 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 ها هو سبق والا فلا ها هو الناموس والا فلا والا فلا سلمت يمينك يا من قدم لنا هذا البطل والمركز الثاني ارى القدوم من شاهين بن جهوي القادم حمد بسالة بن سالم بن بن جهويل النابت ولكن خلاص تهانينا وألف مبروك على فوز هذا البطل وانتزاعه لنا موسي هذا الشوط سلام ابو صلعة سلام سلام يا الشامخ سلام تهانينا وألف مبروك لمالك الشامخ حمد بن علي بن حمد بن محمد ابو صلعة من قدم لنا الشامخ على المركز الاول بينما المركز الثاني كان شاهين حمد بن سالم بن علي بن جهوين النابت والمركز الثالث كان مرعب متعب بن عبد الله بن راشد ال فيدان المري والمركز الرابع كان على المركز الرابع فراع ناصر بن حمد بن حسين بن علي الجرحب والمركز الخامس كان على المركز الخامس اصيل خليفه بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الفاضل كانت نتيجتنا لهذا الشوط متمنين لكم التوفيق والنجاح وحظنا وفر لمن لم يحالف الحظ. التوقيت الزمني لحظه وصول هذا البطل لخط النهايه 9 دقائق 30 ثانيه و60 جزءا من الثانيه هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل كان التوقيت لحظه وصول شامان او عفوا الشامخ لخط النهايه.